تمام اكيد كلياتكم مستغربين عم تقولوا وين مو. حابة اقول لكم انه مو ما عنده اي فكره انه انا هصور هالفيديو، لانه اليوم قررت انا واهلي نفاجئه بمناسبه وصوله للمليون مشترك. اوكي طبعا ما بتتخيلوا قد ايه كلياتنا فرحنا وقت مو وصل لليوم مشترك. صراحه هي كانت فرحه للكل مو بس لمو. فبدي اتشكركم كلياتكم انكم عم تدعموا لمو وعم تحبوا الفيديوهات اللي هو عم يعملها. صدقوني يعني مو عم يحاول كتير يتعلم عربي ويقدم لكم محتوى احسن. يعني من قبل كنت انا على طول انه اقول له لازم تتعلم عربي لازم، ما بصير. فهلا صار عنده الدافع انه هو عن جد ياخذ دروس عربي. فان شاء الله يا رب رح يقدم لكم محتوى احسن، وان شاء الله يا رب وصل 10 مليون. بدي اقول شكرا كثير 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 على الدعم اللي عم تقدموه، صدقوني كثير نحن مبسوطين. على كل حال صح نحن مبسوطين بس بنفس الوقت كثير زعلانين، لانه السؤال اللي صار انه مو كان لازم يضل بالسويد لمده اسبوعين زياده عن اللي بقيهم. فامبارح بيجي خبر انه هو لازم يرجع على دبي بكره. متخيلين يعني مو امبارح اجى لعندي قال لي انه انا رح سافر بعد بكره، وانا هون مع اهلي عم نحضر له انه حفله، وهون يعني بالسويد لازم توصل كيك قبل بثلاث ايام، لازم تروح توصل اغراض ويجوا. يعني وقت اللي قال لي انه رح بعد بكره قلت له انه انا لازم لحق كل شيء اليوم. سمو حاليا مع اختي سدرا وشيرين هن على طول بيطلعوا لبرا، تخيلوا انه بس بيروحوا بيدوروا بالسياره. بس قبل ما بلش الفيديو بدي اقول حطوا لايك، اشتركوا بقناة مو، فعلوا الجرس، وكمان اشتركوا بقناتي لانه مثل ما مو وصل للمليون مشترك انا لازم اوصل لعشرة مليون مشترك. يس اشتركوا بالقناة قناة تحسين خوصة. بس نروح جايز. حاليا اجيت عم اشتري اغراض لمو. اشتريت كاسات ذهبي، اشتريت صحون ذهبي، اشتريت بالونة نعبيها بالغاز لحتى تطير. بس اوكي اجيت لاشتري كمان حرف الام يعني للمليون، بس هاد لازم ننفخه بيتمنا فرح يكون صغير كثير هالقد. كل حال لازم بصراحه اشتري هالغلط كلي قد وروح اجيب الكيك وروح انه يصموا على البيت. لا اي حدا بده كيك بالسويت عندكم باسكال ديليفري. اوكي جايز، اما لباسكال عملت لنا الكيك باخر لحظه. امبارح كم مره تخانقنا بالليل؟ ثلاثه اربعه. بكره بعد بكره ولا لا بعد بكره؟ لا خلص لا لا اليوم. اوكي خلينا نشوف. يلا واحد اثنين. اوه ماي جاد واو بجنن. اوكي مو رح ينبسط كثير فيه صح؟ ها؟ لا بعشرين بسدرة. اوكي جايز حاليا انا قاعده مع الغراض كلياتهم هون، والكيك بحضني هون. طبعا الكيك شكله بجنن، ما بعرف كيف رح تكون رده فعل مو. بصراحه كان في كثير شغلات انا بدي خطط لها اكثر من اللي عم اعمله اليوم. مثلا انا بالعاده بوصي بوالين كثيره، بوصي شغلات زينه، الكيك بيكون يعني كبير كثير كثير، بيكون الكيك كثير طيب. بس مع هيك ان شاء الله يا رب تعجبه المفاجأة. كثير متحمسة حتى ارجع على البيت ونفاجئه. كان لازم كمان نشتري له هدايا، بس المشكلة انه المحلات تسكروا ولهيك يعني يا ما لحقنا نعمل شيء. شيرهون رح يساعدني بزينة هاي غرفة الحفلات، هاي غرفة الأعراس. اوكي جايز سو شيرهون بسرعة سو لازم نعلق هاي ما بعرف إذا بطول 280 ولا بالعرض 280. أنا وحظي وحظك تعال نشوف. يلا جاهز؟ هيدا شو هاي؟ هاي لازم تغطي هون كله. تعالي والله ما رح تغطي شيء. خليها هيك او احلى. شارعك انت امسكها. انا جزء من الزينه. نرجع للدفع. ليش هيك عامل حاجه تنقر خشب؟ هاي لا هاي للتخرج، هاي لبسام. المرة الماضية
مو وين ومو شو عم ساوي؟ مثلا شاري شو توقعت مراد انفعله؟ ها؟ الله راح يبكي. لا يو راح يتأثر كثير. مو نحن حبك رايح اشتري بوزة. اجت سيارة البوزة. بحب وقت تجي سيارة البوزة. يا ترى الصوم كيف وصلت لك الرنجة؟ تسميك هيرو. يس أخذت بوزة وكمان عطتني علقت مفتاح مثل البوزة. بشوفك الأسبوع الجاي. اوكي جايز اشتريت بوزه. هلا صار وقت روح اكيد لو كمل الزينه قبل ما يجي مو. A few moments later. اوكي جايز حاليا كل شيء صار جاهز. الزينه هون صارت جاهزه. سو ما لحقت كثير اعمل شغلي لانه شيرين خبرتني انه مو مال وبده يرجع على البيت. سو هلا رحنا راترينو شيرو بسام ماما الكل عم يجهز حاله. حاسه حالي انه انا وصلت للمليون مشترك وعم جهز لحفلتي والله. سو هاي ما لقينا منها كبيره لحتى نحطها جنب هاي بس كان في دقم واحد خرج ننفخه. الكيك لازم نبرمها لهون. واو اوكي جايز للناس اللي عم تسال شو لابسه فستان. سو لابسه هذا الفستان الصيفي في عليه ورود حتى كمان جينز. لابسه الكعب اللي بلبسه على طول بكل حفله كالعاده. وفرجيني كرشك. الله او ماي جاد اجت مو وصدره مع بعض. مو فلوكس عربي كيف حالك؟ ليش شوها ليش سويتي؟ شو ليش نصوري؟ لانه في شوها تشوف شوف 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 منو؟ هاي الك هاي الك. هاي مالك؟ لا صدره غمضينا علينا في مفاجاه. هاي مامي. ماما عم تقول انت جاهز؟ هاي هديه انا جبت لك اياها. الله اليوم في مفاجاه لك. هاي مال رفيقنا. ها غريب والله. ها غريب غريب كثير غريب. ما تخوفني. بيسا يلا. انا بخاف. انت ليش خاف شوها؟ انت ولا مره عندي سبرايز. والله نارين انا بخاف. لا تعمل شيء. انت ليش انا ما خاف؟ لا سوي برانك ولا ما بعرف ليش. والله مو برانك. تعال ليش هيك عم ليش خايف؟ انت اعمل برانك. والله ما في برانك. تعال بابا. ها؟ ثانك يو. شكرا حبيبي. عملت 10 مليون. شكرا. ان شاء الله انت تصير 10 مليون. مليون مشترك. انا سويت مليون. شكرا كثير. اهلا وسهلا مو. ان شاء الله 10 مليون جايز. مو راح يطق هاي القنينه بس هي ما فيها كحوش وهي ما فيها كحوش. اوكي جايز شكرا كثير على 1 مليون انبطحوا جايز. والله اول مره انا سويت شيء. اوكي بس شيك.
لا 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 شو يا جيكب أول مرة نتساوي شيء. Guys شوفوا الكحول فري يعني ما فيها كحول. زيرو الكحول. زيرو الكحول يا جماعة. أصلاً أنا والله. مش بشرب الكحول أبداً. واحد بشرب الكحول. واو. Oh my god. نارين شكراً شكراً شكراً. مبروك ما عقبال العشرة مليون. والله شكراً لك نارين وشيرو وشيرين وأمك وسدرة وكل أحد في الهابيت. يعني بدون نارين وشيرو. يعني شيرو أنا بحبك. I love you. قاعد بدون هذا إلي أنا ما عندي شانل عربي يعني. أكيد عجبتك الحفلة؟ والله حلوة. إن شاء الله على كل مليون بتجيبه نعمل لك حفلة أوكي؟ شيرين. أنت بعرف ها؟ كمان شكراً بيسو شيرين شكراً. الحين أنا في السويد كل يوم أنا وشيرين سويت فيديوز وشكراً شكراً. اوكي جايز الحين انا وام نارين هاي شكرا وام نارين الحين انا في السويد كل يوم اكل 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 بلعب باسور كم كان بس مين بخسر الثاني انت ولا انا انا علمته وخسرت عبال ال 10 مليون ان شاء الله ان شاء الله قناه العربيه ان شاء الله شو سويت شيرو اوكي جايز خلصنا الفيديو قبل نبلش الفيديو حطوا لايك وسبسكرايب لقناه صار والله أنا آسف يا لأنه أنا ما بعرف عربي كتير بس حطوا لايك سبسكرايب اشتركوا بقناتي إذا وصلنا للعشر مليون رح نعمل حفلة كبيرة 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 وين كيكي أوف 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 أوكي جايز خلص الفيديو باي باي أنا بحبكم وايد بحبكم كتير 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 باي باي